وفنان تشكيلي من عمر 4 سنوات. من 4 سنوات؟ اي طبعا من 4 سنوات. يعني قبل اتذكر. احكي لي شلون؟ قبل لا اروح للابتدائية. انت اكتشفت هذه الموهبة لو احد من العائلة اكتشفها بي؟ انا يعني وكأنه ولدت عاشق للفن. عاشق للرسم. صوري بالمدرسة بالابتدائية. بالابتدائية كان والدي يدير المدرسة. نعم. فكنت اقول له بابا اريد اروح للمرسم. وين يرسم؟ المرسم كان تعرفين مدارس زمان. وكنت ارسم بمرسم المدرسة الابتدائية. ومن حسن الحظ كان معلم التربية الفنية جيراننا. فكان خالب عقلي ودماغي من اروح لبيتهم استاذ محمود اسمه. اشوف شغله لوحات ومدري كان يبهرني هذا ومن حلم يعني طبعا تشجيع الوالد كان خطاط اي خطاط طبعا رجل اديب ومثقف جدا زين خليني